احلى مسا عليكم جيمرز اند جنتلمان. احمد باجت عليكم قناه فرجني وشابتر 6 قربت بعد ما خلصت تشابتر 5 في الفيديو اللي فات. لو مشفتوش ممكن ترجعوا تشوفوه. كان في بوس فايت برضو وكان انترستنج وفي كات سينز وكان طبعا احداث القصه يعني. وكان على وشك بطل القصه بتاعنا لو ينقذ ماري اخته بس خدها الفيلن وهرب اللي اسمه هانيا. وطبعا دلوقتي وراح هذا المكان بعد ما خلصنا بوس فايت اللي فات. خلينا نشوف مع بعض اللي هيحصل في هذه الحلقه. ستي تون يا شباب وتشوفوا اللايكات العفيفه بتاعتكم وتشتركوا لو مره بتشوفوني. وهيا بنا نستأنف وضعنا. طبعا المكان ده انا مش عارف ايه المكان ده يعني. انا نطيت في وسط عملاق في اخر فيديو اللي فات وفجأة لقيت نفسي هنا وما عنديش اي تولز تقريبا. غالبا ما قدميش غير انا امشي بس ما عنديش رؤية طائفية ولا عندي سلاح ولا سهم ولا حاجة ولا حتى برد. المستشفى بتاعت أول الجيم. مين ده؟ هو كي كي تقريبا. حلو افكت الحاجات السوداء الطرف جو. فاش اكلمه اوكي خامط. طبعا ما ينفعش ارجع طبعا. أختي ماري. وكانت في مدخل هنا صح؟ هو سرير ياباني جميل. ماري ちゃんと片付けてきたのか偉いな. مطبخ ياباني جذاب وطاولة أكل أسرية جميلة وليفينج روم حلوة. بيت حلو عموما. ايه ده؟ في حاجة هنا؟ المفروض يبقى في حاجة هنا. المفروض نروح فين طيب؟ مفيش أي حاجة هنا. هنا حمام المدخل والضيوف. شكله بيت ياباني غالي يعني عشان البيوت هناك أصلا غالية جدا. ولما تلاقي بيت زي ده دورين كده وكبير يبقى غالي فشخ يعني. البيوت كلها صغيرة هناك. حلوة المزيكا يا جماعة. نروح فين كده؟ مش هينفع. هو مش سامح لاجي هنا أصلا. المكان ده روح فين؟ هنا مثلا. وده أول مشروع كونستراكشن اشتغلت فيه بعد التخرج يعني ولا إيه؟
من انتم؟ يوما ما هذا المكان والمول كان يعج بالبشر. حلوة خلفية الحيطة اللي عبارة عن زرع. なんでもいいだろ。何でもよくないよ。お父さんとお母さんの結婚記念だよ。やっぱりお揃いのものがいいよね。遠い昔の記憶に思えるよ。 مش ده الحمام اللي كان فيه الراجل عايز مناديل؟ روح فين طيب؟ مش مسموح لها نتكلم مع اي روح يعني غير اللي في الاول بس. السوق مغسلة هدوم عامة. شفت حاجة؟ لمحت حاجة هنا. متتاخدش ماشي. تباعد اجتماعي. في الباب طيب. تبع كي كي بقى. باب هناك اهو في الشجرة. أجيتو، نيجيرنا. أنا كنت ما بدير وجهي اهو، هو دكتور ما بدرش وجهك بس هديله عادي. طوكيو تاور تاني اهو.
ده شكله مختلف. ايه ده بقى؟ فين؟ マリンに合わないと。そうだ。守りたいものを守るんだ。ああ。逃げない。ファッシュ、テグリ。 هنا بس ينفع يجي. هو الباب ده؟ دي ساحة القتال الأخيرة ولا إيه؟ كوكو ده. أيتس مو ماينو إيموتو مو كورونا كده. جنبي وإيكا. ليه غير لبسه؟ انا مكنتش مغير اللبس. ايوه كازوكو هاري نو كادو ديو شيزوكا ني ميماموتتي ياركوتو مو ديكي ناي تو اواري نا مونو تاتشي دا تاسكامي ني كيتا ماري نو ايشي او 邪魔はさせない。物言わぬ彼女の願いを君がどう知るという。やめろ。
ايه ده؟ ملاك نازل من السماء؟ 彼女が起こしている。いや、それでも儀式は止められない。 私は間違っていなかった。二つの世界は今繋がったのだ。人々の魂は肉体から解き放たれ浄化される。私と私の家族は再び一つとなる。 最後だ。
بيك بوس فايت ما معيش حاجات ممكن يخوض حاجات بسرعة اصبر عليها شوية اخوض الحاجات دي بس اصبر مش شايف الغد دلوقتي شكلك عامل ازاي بس هشوفك نملى الكلام بتاعنا ده الاول ايوه واضح ان حجمك كبير بضرب صح ولا غلط بس مش هاخد وشوش راح فين خد 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 خلاص بح طب نديها بقى ده اهرب يا ابني ماشي هو فين تعزيز البتاع مين اللي بيعمل تعزيز ده خد في وشك خد في وشك ايوه ايوه خد دي هات دي هات دي ماشي ماشي اقرب شوية اقرب شوية اتحرك يا ابني ما تتحركش ليه؟ ما تتحركوش ليه؟ ايوه على كده كده ايوه ايوه خد في وشك ايوه هدى ايوه هدى نازي كوبان نازي 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 برا يسكت يالتو ينتيل دارو كم بسرعة يضرب لي あいにく俺たちは体一つを二人で使ってんだ。案外誰も悪くねえってな。生きるってのはそういうことだろ。な、相棒。それがお前には見えてない世界だ。化け物。
راسك الأخيرة بقى فين راسك فين؟ دي أسهم ولا إيه؟ بديك دي صعبة صعبة كتير اوعى ايه ده اي انتهت مرحلة بوابة العالم السفلي يا جماعة بحمد الله والبنت اللي هي بتبقى حلوة وهي عايشة وبتبقى أحلى وهي ميتة دي تراهيرالتيتا تماشي ده جا كونو هيتو تاتشي وا تماشي تو نيكتاي غا كيري هاناسارتيتا داكي داكارا نا جيبن ني مودورو هازو دا اخته تفضل ضحية بقى ولا ايه؟ ماريو مين دول؟6月9日。 忘れてない。一度だって忘れたことなんてない。もう平気なふりなんてしないよ。泣いてもみっともなくても僕は生きていく。最後の最後まで生き抜いた後だ。بيودعها ولا بيغيظها بالظبط يعني؟ هيتقابل تاني بس هكون عشت حياتي بطول وبالعرض. 家族の前でようやく素直になれたってわけか。黙ってたと思ったら。まだそんな最後に一つだけ頼みたいことがある。うん。妻と息子に伝えてほしい。俺は最後まで諦めずに生き抜いたと。分かった。必ず伝える。悪いな。使いっぱしり頼んじまって。
自分で行ければいいんだが、ちょっと疲れちまったんでな。KK。 アキト、もう取りつかれんなよ。死神は俺みたいにいいやつじゃねえからな。なんだよそれ、勝手に取りついておいて。礼ぐらい言えよ。خلاص بقى انسان طبيعي。وبكده وبحمد الله يا شباب تم الانتهاء من لعبة جوست ستار طوكيو، وتم التختيم بنجاح لإضافة لعبة جديدة لسلسلة تختيمات قناة ألعاب فرجني، واللي هي دايما معمولة علشان خاطر تخليكم تقضوا أجمل الأوقات في ظل تختيمات الألعاب الرائعة والجديدة. دايما أنا بفكر في الوقت الحالي إن أنا أوقف شوية ألعاب جديدة، إلا إذا كانت طبعا لعبة استثنائية، وألعب ألعاب محببة للنفس. ممكن تبقى ديما شوية مش مشكلة، بس تبقى ألعاب يعني كلكم بتحبوها. ودايما الأصدقاء هم بيعلقولي بيكتبولي اللي هم بيطلبوا مني بعض الألعاب، زي مثلا سايبر بونك، زي ريد ديد ريديمشن، فالهالا. يعني في ألعاب كتير كده بتطلب مني، ألعاب اللي هي ذات الصيد، ريزنت ايفل طبعا الأجزاء القديمة، الحاجات دي كلها طبعا عايز اديها فرصتها والعبها شويه على القناه، بحيث انها موجوده برضو. مع اني كنت يعني التارجت بتاعي الاساسي اني اخصصها الالعاب الجديده والحصريه اللي بتنزل، حصريه البلاي ستيشن او الالعاب الجديده عموما اللي بتنزل وبتبقى ليها سمعه وكده. طبعا إلدر رينج لازم تاخد دورها في الطابور، عشان إلدر رينج دي لعبه رائعه طبعا لازم تخلص كلها. من العاب القليله جدا السولز، او اول لعبه سولز العبها واندمج معاها الى جانب العاب السولز الثانيه. فانطباعي عن اللعبه دي، تقييمي ليها يعني ممكن تقولوا كده 7/10، 7.5/10. كان فيها بعض العيوب، كنت بحس ان انا ناقصه شويه حاجات. يعني هي فيها طبعا كل الاساسيات بتاعت الالعاب الناجحه، بس في نفس الوقت ما هياش فيها الكماليات بتاعت الالعاب الرائعه. التاتشز اللي فيها مش كتير، في شويه في الجيم بلاي نفسه وانت بتلعب، الحركه بتاعت الشخص شويه محدوده، الباركور شويه محدود. يعني الباركور بتاع فار كراي احلى، بتاع طبعا لعبه داينج لايك 2 احلى بكتير. الشوتينج فيها برضو شوية ليه نظام مختلف شوية عن الشوتر العادي، ما هوش بالسهولة بتاعت الشوتر العادي. شوتر الضربات الماجيك بيطلع بياخد وقت عقبال ما يوصل للخصم او للهدف، بينما الشوتينج اسرع بكتير ومور اكيوريت. بس ده طبعا نظام مختلف وستايل مختلف، مجرد ما بتتأقلم عليه بتعرف تلعبه كويس. الجو العام بتاع اللعبه مميز بصراحه، الالعاب اللي هي مش هتتنسي. يعني انا مهما مر عليا الزمن مش حاسس ان نسيت اللي لعبتها، خصوصا جو الكلاب والقطط اللي موجود في اللعبه دوت، كوميدي جدا وجميل ولذيذ. فكره السسبنس بتاع اللعبه حلو، اللعبه مش مرعبه تقريبا، يعني نسبه الرعب فيها لا تتجاوز 5% 10%، بس هي جو العام بتاعها سسبنس.
كان مفروض يكون فيها ليل ونهار. معرفش هل هو متعمدين يعملوا موضوع الليل ده بس كنوع من الثيم للعبة، جو عام للعبة. ممكن في ناس ممكن تحبه وفي ناس ممكن ما تحبوش. طبعا السايد ميشن بتاعتها قصصها لطيفة، كلها لها علاقة بالثقافة اليابانية. القصة بتاعت اللعبة نفسها جديدة، يعني ما لعبتش حاجة زي قبل كده او ما شفتش حاجة زي قبل كده، فتعتبر تحسب لصالح اللعبة نفسها. يعني ده اللي عندي. الجرافيك طبعا يعني حلو في حاجات ومش حلو في حاجات، متقن في حاجات وحاجات لا. يعني انفايرمنت الجو بتاعها حلو جدا وجرافيك جميل، خصوصا ري تريسنج حلو برضو، تفاصيل ارض وريفليكشن بتاع المية كده. المطر تفاصيله وحشه جدا بصراحه، سيئه. الساوند افكتس في اللعبه حلوه، الاداء الصوتي كويس، يعني مش هقدر ممتاز بس جيد يعني. بس لعبه يعني لو انت عايز تلعب لعبه جديده ممكن انصحكوا تلعبوها. ممكن تندمجوا معاها ممكن لا، بس ما انصحكمش انك تدفعوا فيها فلوس كتير عشان تلعبوها، لان هي مش بالتميز اللي يخليك تسعى انك تقطنيها. يعني جات لك فرصة تلعبها مجاني قشطة، عند واحد صاحبك قشطة، حد اداك السي دي قشطة، اشتريتها مع بلاي ستيشن اوكي هتلعبها برضو هتنبسط منها. انما انك تدفع فيها فلوس كتير، استنى ينزل عليها عرض او تنزل مجانية هيبقى افضل طبعا بكتير، عشان ما تحسش انك زعلت انك دفعت فيها فلوس. ده رأيي في اللعبة عمونا يا جماعة. غير كده انا يعني استمتعت بالوقت بتاعها، ودي على كده لو خلصتها بالكامل في القناة. مكانش في ألعاب تانية ألعابها في وقت الحالي، في طبعا لازم أرجع للألعاب التانية بقى القديمة. ويا رب يكون استمتعتوا بالمشاهدة يا شباب. وبالتختيم كان معاكم أحمد باكت جيمرز أند جنتلمان، وخلينا نعمل سكيب ونشوف هنروح فين دلوقتي. معلومات: تحول تشوستودو دوجوبو كيفودا لديك إلى مسبحة نقل، سيصبح هذا العنصر في مستودعك إما عند بدء لعبة جديدة أو إما عند تحميل ملف حفظ مكتمل. ماشي. حصلت على مقاطع موسيقية تالية. ماشي. ستكون في مستودعك عند بدء لعبة جديدة. سيتم ترحيل الأزياء والإيماءات وفلاتر الكاميرا ومقاطع موسيقى خاصة بك عند بدء لعبة جديدة باستثناء بعض العناصر. نحفظ. أوكي. ما فيش لعبة جديدة بلس طبعا. وبكده يا جماعة كون وصلنا لهاية اللعبة والمقطع وكل حاجة ليها علاقة بلعبة جوست وير طوكيو. واتمنى تكونوا استمتعتوا تاني بالمشاهدة. طبعا تنسوش تسيبوا لي في التعليقات بتاعتكم ايه رأيكم في اللعبة وطبعاتكم، حابين تشوفوا ايه اللعبة الجاية اللي هلعبها. انا لسه محتار، مش عارف هلعب ايه بصراحة، وعايز اخد فترة راحة كده. مش هطول طبعا يعني، بس هتبقى يومين ثلاثة لحد ابدا لعبة جديدة، وممكن افاجئكم ابدا لعبة بدري شوية على حسب الظروف اللي انا فيها يعني. وان شاء الله اشوفكم في لعبة جديدة يا شباب وفيديو اللي جاي. مع السلامة.